لو انت من اللي بيحبوا السكن في اماكن مميزه وبتدور على قطع اراضي في مدينه 6 اكتوبر، ما تدورش كتير، تعال على شركه ايديكو، هنجيب لك احسن الاماكن المميزه وبارخص الاسعار، والاهم من كده انت هتبقى في امان، لاننا هنسهل عليك عمليه الشراء ومراجعه العقود. معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري، صاحب شركه ايديكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. ايديكو للعقارات، أفضل الاختيارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تحيا مصر، واللي نستعرض فيها اهم الشخصيات في مجال الفن والسياسه والاقتصاد والادب. ومكملين حلقاتنا مع المستشارك العقاري والمهندس عيد عبد الهادي، رئيس مجلس اداره شركه ايدكو للعقارات والخبير العقاري المتميز. منورنا يا باشمهندس. اهلا وسهلا استاذ عصام. الحقيقه يا باشمهندس، احنا بنوجه التهنئه للساده المشاهدين بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وحضرتك بخير، وكل عام الامه الاسلاميه والعربيه بخير ان شاء الله. وانت بخير والعالم كله بخير وبصحه وسلام يا رب. احنا كاميرا تحيا مصر نزلت صورت احدى الندوات الرمضانيه في احدى المدارس في الدقهليه، مدرسه محمد علي الجندي. والمدرسة بنوجه الشكر للمهندس خالد عنتر، استاذ خالد عنتر، والاستاذ عصام فوضى مدير اداره مدينه نصر التعليميه على دعوه كاميرا تحيا مصر لهذه الندوه. هنشوف الندوه ونرجع مع حضراتكم تاني. رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الخلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا بدايه انا بشكركم جميعا، برحب بالاستاذه سكينه الوزير نائبه عن السيد الفاضل وكيل الوزارة سيد المخيلي رئيس مجلس ومدينة مدينة النصر، اللي شرفتني اليوم في لقاءنا المغطى عن الإدارات التنفيذية. أيضا برحب بالأستاذ صلاح مسؤول المتابعة في مجلس المدينة اللي حضر معنا اليوم أيضا، وده شرف لنا إن مجلس المدينة الرئاسي في مركز مدينة النصر يكونوا حاضرين معنا هذا اللقاء. ايضا برحب بالاستاذ عصام الشربيني، الحقيقه يعني كان صاحب اول الدعوه لحضور اليوم في مدرسه الجندي. وايضا برحب بالاستاذ خيل عنتر، رجل اعلام الصحيه ما بسيبناش فتره واي حاجه في تربيه التعليم معانا بصفه مستمره، برحب بيه. لا انسى زميلي الفاضل اخي الاستاذ مطلع البصير مسؤول الامن الاداره السابق، اهلا بيك واهلا لجميع زملائي اليوم اللي حضروا. وأسجل شكري وتقديري لمدرسة محمد الجندي بقيادة الأستاذ خالد طلعت عمرو مدير المدرسة، وجميع زملائي العاملين في المؤسسة التعليمية مدرسة محمد الجندي. أيام وحنستقبل شهر الجود والكرم، شهر رمضان. الحقيقة وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات أول امبارح بإن احنا هنخفف الوضع في الدراسة عشان الإجراءات الاحترازية. كان عندنا الفصل بتاع أولى وتانية وتالتة بيجي 4 أيام في الأسبوع، اكتفوا ب3 أيام فقط بدل 4 و3 أيام. رابعة وخمسة وستة هيجي 2 يوم، فبالتالي يوم السبت هنسقطه من الجدول بتاعنا، يبقى عندنا الحد والخميس 4 و5 و6، 3 أيام اللي هما الاثنين والثلاث والاربع هيكونوا للصفوف الأولى اللي هي أولى والثانية والثالثة ابتدائي ورياض الأطفال. برضو منعا للاحتكاك أو منعا للتزاحم داخل المؤسسة التعليمية. ده بصفة خاصة في التربية والتعليم. احنا يمكن ده من تعليمات لحضراتكم ولأبنائنا الطلبة اللي هو موضوع التباعد، الإجراءات الاحترازية اللي كنا عارفينها، لأن الأعداد بتزيد، وده هنا سلوك لازم يكون سلوك صحي لتعاملنا مع بعض.
انا شخصيا الكمامه بتاعتي والكحول اللي فيه، حد سلم عليا بحط الكحول عشان لو في اي فيروس او بتاع بيموت. الكمامه بتحمي النفس ما بين اي صديق او اي واحد بيتكلم معاك، ده مش بدعة، ده حاجة يعني الفيروس ده على مستوى العالم، مستوى العالم حصد آلاف مؤلفة من البشر، بل المرضى كتير جدا، فصل واحد بس أو اتنين بالكتير في المدرسة، إجمالهم 100-200 تلميذ على الفناء كله، على الفصول كلها يبقى في تبعه. أما أنتوا عارفين أنتوا مدرستكم دي بالذات هتلاقي 1400 أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد التقرير المميز رمضان المميز اللي احنا صورناه، ونستكمل حلقتنا مع المهندس سعيد عبد الهادي. منورنا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. النهارده حلقتنا هنتكلم عن التوسعات الشماليه في 6 اكتوبر. تمام. كنا عايزين ناخد نبذه كده من حضرتك عن التوسعات الشماليه، المنطقه دي بالنسبه لقطع الاراضي اللي فيها وحدودها. انا سمعت انها قريبه من بورتو اكتوبر وبرضه في مدخل الشيخ زايد. تمام. التوسعات الشماليه دي قرعه 2007. تمام. هي عباره عن 2000 قطعه. نزلت في أول حاجة 2000 قطعة، بعد كده نزل في جزء 300 في 200، المهم حوالي 2500 قطعة المنطقة كلها. تمام. هي تبدأ من عندنا شارع رئيسي، لو حضرتك جاي ميدان جهينة بتخش يمين في على الشيخ زايد، تبقى على إيدك اليمين واكتوبر على إيدك الشمال. انت حضرتك نزلت صورت، هم الزملاء بيجهزوا الفيديو اللي حضرتك نزلت صورته في الإعداد. كنا عايزين نعرف يعني ملامح التوسعات الشمالية. انت حضرتك قلت لي ان في جامعة هناك تقريبا، وهيبقى في برضو مناطق خدمية كتير، نستعرض نبذة منها. هو طبعا كل منطقة في اكتوبر بيبقى لها الخدمات بتاعتها، المستشفيات، المدارس. تمام. سنتر تجاري، حضانة، كل حاجة بتبقى موجودة. هو حاليا في تمام. طيب الفيديو هنعرضه دلوقتي على الشاشة. كنا بنتكلم على انت قلت لي هيبقى في مناطق خدمية، اي ابرز ملامحها؟ هو في عندنا هناك حاليا المدرسة اليابانية شغالة. تمام. من السنة اللي فاتت، وفي طبعا الخدمات موجودة كلها، الكهرباء والمية والطرق اترصفت يعني، وفي ناس ساكنة دي لها سنة واتنين، وهي دخلتها من الدخلة الرئيسية زي ما قلنا حضرتك من عند ميدان جهينة. تمام. الشيخ زايد بتبقى على ايدك اليمين وهي على ايدك الشمال اكتوبر، في جامعة القاهرة ومساكن جامعة القاهرة بص على الشيخ زايد. الشارع ده بتخش من اوله لغايه ما توصل التوسعات الشماليه خلال 5 دقائق. وانت اول ما تخش في جراند هايتس، بعدها مانتو فيو وبورتو اكتوبر. التوسعات الشماليه واخده بص على مانتو فيو وبورتو اكتوبر. تمام. طب كنا بنتكلم على موضوع مثلا انا عايز اشتري في المنطقه دي، لازم برضه اروح الشهر العقاري اخد شهاده برضه ويتقال لي ولا دي منطقه مميزه ولا اسكان مميز مش اسكان اجتماعي، عشان ما يحصلش نفس المشكله تاني. هو دي اسكان مميز. ما فيش حاجة اسمها شهادة من الجهاز. شهادة من الجهاز. ليه؟ لان مكتوب 450 متر. طيب. تمام. كويس يا استاذ عصام، عاوزك يعني الناشد المسؤولين. تمام. يا جماعة اللي في الشهر العقاري يركزوا شوية. يكتبوا في التوكيل مساحة الارض. يعني معروف طبعا. ال 209 وال 276 معانا الفيديو على الشاشه اهو يا باشمهندس، ممكن حضرتك تشرحه. ده اسكان اجتماعي. تمام. تمام. احنا واقفين على الشارع الرئيسي اللي جاي من الشيخ زايد. تمام. ده الشارع اللي هو اوله جامعه القاهره. تمام. واحنا جايين زي ما قلت لحضرتك، شايف كده هناك اهو الفيلل البيضه دي. تمام. ماندو فيو، واللي قدام شويه على اليمين دي بورتو اكتوبر. ومدخل الشيخ زايد بقى فين يا باشمهندس؟ مدخل الشيخ زايد من اول الشارع. من اول الشارع. مشينا حوالي 5 كيلو. تمام. من اول الشارع، بس شارع رئيسي بيوصلك للدائري الاوسطي. تمام. طبعا التوسعات الشماليه اللي هي العمارات اللي هي مبنيه دلوقتي هتظهر ايه. تمام. دي المساحات تبدا من 450 متر. طبعا الاراضي قلت جدا دلوقتي. تمام. لان ما فيش اغلاق يعني 90% اتبنى. تمام. بسم الله ما شاء الله، مناطق مميزه هي، وباين فيها الخدمات والمباني، وباين في الفيديو. العمارات مبنيه ومش شطبه. تمام. وفي اراضي فاضيه قليله جدا. تمام. وفي برضو حضرتك عماير جاهزه للبيع، يعني العماره نفسها.
تمام. لو احنا جينا نحسب الحسبة العادية، الأرض ب 2 مليون والمباني 2 مليون 4 مليون، هو أقل مساحة الأرض كده يا باشمهندس؟ يعني مثلا أنا مثلا 450. السعر كام؟ السعر كام يعني؟ المتر بكام؟ المتر كده متوسطه 6000. 6000 اه. طب دي بتختلف مثلا المناطق مثلا اللي على الناصية غير المناطق اللي جوه؟ السعر لا، السعر بيختلف خالص نهائي. يعني احنا عندنا حاليا دلوقتي تاني نمرة ب 2 مليون. تمام. اول نمرة ب 4 مليون. تمام. علشان الشارع الرئيسي وبص على بورت اكتوبر. ماشي. طب نستأذنك يا باشمهندس نخرج فاصل ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين، مع فاصل ونستكمل حلقتنا مع المهندس عيد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة ايدكو للعقارات. لو انت من اللي بيحبوا السكن في اماكن مميزه وبتدور على قطع اراضي في مدينه 6 اكتوبر، ما تدورش كتير، تعال على شركه ايديكو، هنجيب لك احسن الاماكن المميزه وبارخص الاسعار، والاهم من كده انت هتبقى في امان، لاننا هنسهل عليك عمليه الشراء ومراجعه العقود. معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري، صاحب شركه ايديكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. ايديكو للعقارات، أفضل الاختيارات. لو انت من اللي بيحبوا السكن في اماكن مميزه وبتدور على قطع اراضي في مدينه 6 اكتوبر، ما تدورش كتير، تعال على شركه ايديكو، هنجيب لك احسن الاماكن المميزه وبارخص الاسعار، والاهم من كده انت هتبقى في امان، لاننا هنسهل عليك عمليه الشراء ومراجعه العقود. معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري، صاحب شركة ايديكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. ايديكو للعقارات، أفضل الاختيارات. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل نستكمل حلقتنا مع المهندس عيد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة ايدكو العقارات والخبير العقاري المتميز. منورنا يا باشمهندس. ده نورك يا استاذ عصام، اهلا بيك. كنا بنتكلم على بالنسبه للموظفين الشهر العقاري، يعني مثلا احنا بنناشد الساده المسؤولين برضو، اما في مثلا حد يروح يشتري اراضي في التوسعات الشماليه ما يقولوش هات لي شهاده انها مش اسكان اجتماعي، لان دي منطقه مميزه. صح تمام. ما هو برضو احنا بنقول يكتبوا، يعني على اساس مثلا الموظف مش عاوز اقول مش فاهم، بس الموظف عنده تعليمات اللي فيه اسكان اجتماعي، خلاص يكتب المساحه داخل التوكيل نفسه. تمام. اكتب المساحه داخل التوكيل. نستاذنك يا باشمهندس، معانا مداخله ونرجع حضرتك تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عصام، اخبار حضرتك؟ شرفتنا يا باشمهندس جمال، اخبار حضرتك؟ الله يكرمك باشمهندس جمال، مدير عام شركه ايدكو. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. كنا عارضين دلوقتي يا باشمهندس جمال فيديو للتوسعات الشمالية، كنا عايزين نعرف ايه دور شركة ايدكو بالنسبة لموضوع التوسعات الشمالية. طيب هو في حاجة يا استاذ عصام، بس ارجو من سيادتك عدم المقاطعة، انا هتكلم في اتفضل يا باشمهندس جمال. هتكلم في خمس نقاط مهمين جدا للعملاء وللمواطن ولكل المسؤولين. يا فندم البرنامج برنامجك، اتكلم براحتك يا فندم، احنا تحت امرك. الامر لله يا استاذ عصام. بص يا باشا، انا هتكلم في خمس نقاط تهم المواطن عامه، ونرجو من الساده المسؤولين في التخطيط المدن الجديده عامه، ان المساحات تبدا من 500 متر ل 550 متر ل 650 متر، مساحات مجزأة. طب ايه الغرض؟ ايه الغرض يا باشمهندس جمال؟ ايه الغرض ان تبدا من 500 متر؟ دي اراضي مميزه يا استاذ عصام، فالاراضي المميزه عامه هي اراضي اصلا هتتعمل شقق.
تمام. فاحنا ندي المساحه المحترمه اللي تديني شقه للسكن تكون شقه كويسه، دي نقطه. النقطه الثانيه المهمه جدا اللي عايزين نتكلم فيها، ان في التخطيط لازم يراعوا عدم، لازم تبقى القطع تكون مش مشطوره، الواجهه تكون مربعه. تمام تمام يا باشمهندس. الواجهه يعني مخلي واجهه 10 متر وواجهه 30 متر، لا نعمل يبقى في توازن شويه، يبقى في توازن شويه في الواجهات. يكون الواجهه ما تقلش عن 20 متر، وتكون القطع مربعه، ونزود المساحات الخضراء، والشوارع لا تقل عن 20 متر. تمام. دي النقاط اللي احنا عايزين نوضحها، بس نرجو ان هي توصل لل لا ان شاء الله يا فندم، صوتك يوصل للساده المسؤولين ان شاء الله، يوصل يا فندم. دي نقط مهمه. ما قبلنا احنا كنا بننفذ في قطع، احنا بالنسبه لنا كشركه تسويع عقاري بنبيع في قطع، القطعه دي واجهتها 10 متر من الامام و30 متر من الخلف. تمام. مجموعه مهندسين حبوا يخططوها ما عرفوش يخططوها، والراجل مش مستفيد. انا دلوقتي انا راجل مقدم فرع، المفروض تديني التميز بتاعي، لان دي اراضي مميزه، انا بدفع بالمتر بتشيل فلاني، فالمفروض تديني الارض تكون بتاعتي معدوله. تمام. هي قضيه مهمه جدا فعلا، لو عدم التوازن بين المقدمه والخلف بتاع حاجه غريبه يعني. في قطع احنا بنبني على 50%. تمام. فما تدينيش 400 متر، اديني 550 متر علشان الشقه تطلع، بس ربعها لي. يعني تطلع شقتين، ما يبقاش اللي قدام 10 متر واللي ورا 20 متر. لا احنا بنطلع الدور شقتين. تمام. فيما تبقى ثلاث غرف، لو هي 550 متر هتبقى ثلاث غرف، 450 هتبقى غرفتين، ضيع على المستثمر فرصه عشان خاطر امطار قليله يعني. ضيع لي. وفي نفس الوقت حاجه غريبه يعني، تلاقي الشارع بيلف بيخلي الواجهه 10، طب ما تربحها، ربع الواجهه، المفروض الواجهه ما تقلش عن 18، من 18 ل 20 متر. تمام. ومن ورا 30 متر. ما تقلش عن 20 يا باشمهندس. ما تقلش عن 20. حتى لو هي 20 متر، 20 متر يعني قطعه 550 متر، الواجهه 10 متر. اقل حاجه. لا 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 ما ينفعش. طب ازاي؟ ومن ورا 30 متر؟ انت بتفرض عليا اعملها شقه واحده بس، شقه 250 متر. ما ده هيأثر على التقسيم اللي جوه، على التخطيط اللي جوه. كمان في حاجه، هو عنده شوارع. تمام. عنده شوارع يا سيدي، يقسم القطع كده كده، سعر المتر متباع، الارض متباعه، المنطقه دياتي خمسه فدان. سوء تخطيط. خمسه فدان. ده سوء اهي تخطيط. عامله زي كده بالظبط. تمام. اهو زي كده اهو. تمام. بص الواجهه هنا صغيره بتكبر. صح. فليه؟ طيب ما تبقى مربعه. تمام. طب وده منين يا باشمهندس؟ ما انا مستغرب يعني. لا يعني مين المسؤول عن كده؟ التخطيط الاساسي من المهندس المشروعات. التخطيط يا استاذ عصام. تمام يا باشمهندس جمال معاك. بقول لحضرتك اللي بقول لك، احنا نرجو الساده المسؤولين في التخطيط في المدن الجديده عامه، لان هي مدن جديده، مدن لازم يبقى ذكيه، فيها ذكاء في كل حاجه، في التخطيط، بنية تحتية، تزويد الترفيهي، برضو نزود المساحات الخضراء، لان انت احنا عايزين نخلي الناس في دلوقتي السادة المسؤولين في الدولة، كسيادة الدولة يعني، مثلا المسؤولين مش عد عليهم الكاهل بتاعهم حاجات صعبة في المدن القديمة، حبوا يشيلوا العشوائيات دي، يضطروا ان هم اتضررنا ولا ما تضررناش. طبعا حصل في ضرر. حصل ضرر. احنا بنناشد السادة المسؤولين يا باشمهندس جمال ان هم يراعوا حسن التخطيط، لان مش معقوله تبقى عند قطعه ارض 100 متر وواجهتها 10 متر، ما تنفعش. وما يخليش قطعه 350 متر وقطعه 900 متر، انت لازمني ان انا اعمل شقتين في الدور عشان المرافق بتاعتك، فالمفروض تديني ارض معدوله كواجهه، معدوله كمساحه، عشان خاطر انا استفيد وانت تستفيد، ودي مدن جديده، عشان نخلي الناس تطلع في المدن اللي هي العشوائيات، ونقلل البناء في الاراضي الزراعيه. تمام. بيصحح الاخطاء القديمه. تمام. المفروض دي مناطق جديده يبقى فيها حسن التخطيط شويه عن ال ونزود المساحات الخضراء، لان كل ما كانت المساحات الخضراء كل ما عندنا شوارع من 20 ل 30 ل 50 في حاجه برضه، تزويد المساحات الخضراء نفسها بتبقى مدفوع لها حق انتفاع، يعني المساحات الخضراء نفسها مدفوعه. طالما انا بدفع فلوس اخد خدمه كويسه. انت خطيت لي مساحات خضراء، اعمل لي شوارع كويسه،
ودفعني في المتر ما فيش مشكله، بس انا ادفع التميز ما يبقاش واحد واخد تميز 100% واحد واخد صفر تميز في المية، ما فيش تميز. تمام يا باشمهندس جمال، تمام ان شاء الله يا فندم صوتك يكون وصل للمسؤولين. واحنا هنا من برنامجنا بنوجه نداء للسادة المسؤولين ان يبقى في يعني حسن تخطيط لإدارة المناطق اللي هي في التوسعات الشمال في 6 اكتوبر كل المواطنين. تمام، ما ده هيعمل قابلية اكتر للمواطنين، هيخلي في قابلية اكتر. يا باشا تمام باشمهندس جمال، متشكرين جدا يا فندم. العفو يا استاذ سامر. طب بالنسبة ايه اللي معروض عندك في التوسعات الشمالية؟ الحاجات اللي معروضة للبيع. المكالمة طيب عامة مفيش مشكلة. طب ايه المعروض يا باشمهندس سعيد في التوسعات الشمالية؟ نعرفه من حضرتك، بصفة حضرتك رئيس مجلس إدارة أكبر شركة عقارية في 6 أكتوبر، شركة إيكو العقارات. الله يكرمك يا أستاذ عصام. هو احنا طبعا عندنا يعني في 475 متر. تمام. تاني نمرة من الشارع الرئيسي بحرية محفورة ومعمول لها إحلال. تمام. وجهز المباني بالظبط في حدود 475 متر. في حدود كام يا باشمهندس؟ مطلوب فيها تقريبا 2 مليون كده. 2 مليون و300. تمام على اساس جاهزه للمباني اللي هياخد. طب بالنسبه للخدمات في المنطقه، الناس ساكنه وفي خدمات وفي ميه وفي كهرباء زي ما انت شفت كده العماير الفيديو. طب انا دلوقتي كمشاهد بتفرج على البرنامج، انت حضرتك قلت لي عندك حته ارض دلوقتي 400 متر. تمام. يعني ايه الاجراءات اللي انا هعملها؟ يعني انا دلوقتي كمشاهد سمعت الحلقه وانت قلت لي في ارض 400 متر، ايه الاجراءات اللي انا هعملها دلوقتي؟ طيب اتكلم على الاجراءات اللي المفروض تتعمل ولا الاجراءات اللي بيفرضوها علينا في الجهاز والشهر العقاري؟ لا احنا هنتكلم دلوقتي، انا كمواطن انا دلوقتي قاعد في الحلقه، سمعت في الحلقه ان انت عند حضرتك شركه ايدكو ارض 475 متر، ايه المفروض دلوقتي انا اعمله عشان اشتريها؟ احنا اول حاجه بنعملها بنروح نكشف على الورق في الجهاز. تمام. بس تمام، ودي ارض مميزه ومكتوب في معدل الاستلام اللي هي 475 متر. تمام، مالناش دخل بقى بالشهادات والكلام اللي هم بيقولوا ده. المفروض نروح على الشهر العقاري، ده انا بتكلم على المفروض يتعمل. تمام. نروح على الشهر العقاري نقول لهم اعملوا لنا توكيل. للاسف يا باشمهندس وقت حلقتنا خلص، وبنشكر حضرتك وان شاء الله الحلقه الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله يكون حضرتك معانا ان شاء الله. ايه المعروض في الحلقه القادمه ان شاء الله على السريع كده؟ ان شاء الله احنا في عندنا سلسله حلقات، بدأنا الحزام الأخضر حلقة، وهنبدأ نخش على الوادي الأخضر وعلى الإعلاميين. تمام. ومنطقة المنطقة الجديدة اللي هي تحولت لمباني. تمام، متشكرين جدا باشمهندس سعيد. طبعا. وإن شاء الله لنا لقاء مع حضرتك الحلقة الجاية. أعزائي المشاهدين، اللي هنا انتهت حلقتنا من برنامجكم تحيا مصر، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.